السلام عليكم متتبعي قناتهم حسام الامل المتنوعه، كديري لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكون على خير وبخير والاحوال طيبه. جمعه مباركه وشهر مبارك، شهر رمضان مبارك. ان شاء الله يا رب يدخل علينا بصحه وسلامه وطول العمر ويرفع هذا البلاء ويفاجئ علينا وعلى العالم. نتمنى من الله تكونوا بافضل الاحوال. بالنسبه لفيديو اليوم ان شاء الله غنديروا واحد الملاقيه اللي هي مختلفه تماما على الملاقيات اللي كنتو شفتو قبل، لا عندي انا ولا بعض الاخوات، يعني شكل هكا يا جديد. غنديروه بالسنينات ديال واحد، غادي نوريكم الطريقه وغادي نزوقوه بكروه او ممكن تخليوه هكا سامبل، مهم ولا ديرو هكا زيكزاك باش كيف ما بغينا في الطريقه ديال الزواق. دابا غادي نبدا. انا ديجا بديت هنا، خديت هزيت الخيط من هنا، ضربت هنا، درت ربعه الغرز قد ما هذه، يعني كل سنه بغرزه، يعني ربعه الغرز غيجيونا ربعه سنينات. قد ما زدتو قد ما يعني كيف ما نفس الغرزه نفس السنينات، يعني ديما غتمشيو على هذا النطاق. هذا انا عندي دابا ربعه الغرزات غيجوني ربعه سنينات. ضربت انا مشيت باش نعمر الطريقه باش يبان لكم، يعني كتبداو من الاول انفو كتمشيو كترجعوا كتعمروا. دائما فاش كنبغيو نجيو كنجيو من هنا، ماشي ما كنمشيو من هنا، كنجيو من هنا. كنجي نضرب اول غرزه بحال هكا، كنرجع فيها كندير سنينات، كنلوي ثلاثه ليات، كنهبط الغرزه ديالي، كنجي بحال هكا، نرجع عاوتاني نضرب هاد الغرزه اللي حداها، كنرجع ندير ثاني ثلاثه ليات، نهبط الغرزه لتحت. والخدمه خاصها تكون مجموعه باش ما يجيكمش العرض بزاف، تزيروا الخدمه ديالكم. نرجع عاوتاني نلوي ثلاثه ليات بحال هكا، نرجع عاوتاني هنا نفس الطريقه بحال هكا، هاهما ربعة الغرز ديالي. هاهما دابا شنو غندير؟ غنجي هنا ونفص معاها هيا، ونضرب غرزة، نرجع نضرب هنا طلعة غرزة أخرى، ونرجع نضرب في هاد العوينة هادي ديال السنينة بحال هكا. نقطع هنايا، نرجع عاوتاني نضرب في هاد السنينة. دائما تحاولوا تجمعوا الخدمه ديالكم باش كتجيكم الخدمه مقاده بحال هكا بحال هكا. نجي نيسان نفاس معاها بحال هكا، نجي هنا الى لاحظتوا كتجي واحد زويقه زوينه. نجي واحد زويقه فنه هذه، من ناحيه انه بغيتو تمشيو بهذه الطريقه بلا ما تزوقوا، اولا ممكن تخدموا بارتي بسميتو بالسامبل وبارتيه بسنينات. انا نخدم معكم الطريقه، نجي عاوتاني نلوي ثلاث ليات، ونهبط ندير السنينه ديالي عادي. نجي عاوتاني هنا كتولي ما بين هذيك الغرزه اللي درنا ما بين السنه والسنه هي اللي كنعمروا فيها المرة الأخرى بحال هكا. أنا دابا تاني نجي هنا ندير غرزة، ندير سنينة بحال ما هكا، ونجي الجنب ديال التوب عندي غرزة باش نكمل الخيط بحال هكا. هادو غندخ خفيفة بحال هكا، غادي نجي أنفص معاها، نضرب هنا انا نخشي التوب، ندير غرزه جديد، التوب جديد، خيط جديد عفوا بحال هكا، نجي ندير خيط اخر نجي ندير عاوتاني نفس الطريقه هنا خيط، نجي نضرب هنا هاد الغرزه هادي ديال السنه العوينه، نجي ثاني نضرب هاد العوينه هادي، نجي نضرب عاوتاني هاد العوينه بحال هكا، نجي نضرب هاد العوينه عاوتاني بحال هكا،
نجي انفص معها ونرجع. دابا هنا عندكم الاختيار، هنا ممكن تمشيو على هذا النطاق هذا كامله لتحت، غير يعني من الفوق حتى لتحت تمشيو على هذا الاساس هذا بحال هكا، غير هو في البياسه غادي تخدم من التحت للفوق ماشي من الفوق لتحت. غتحاول يعني الناس اللي عندهم مشكل ديال الديكالاج هنا غتكون مشكله، لان هكا خصها تجي هكا واقفه، خصها هذوك السنينات يجيو طالع للفوق ماشي لتحت، ولكن في نص الطوق كتجي هذيك لانه كنبداو من هنا نص الطوق وكنطلعو. دابا نجي عاوتاني ندير صف اخر بحال هكا، ممكن ديروها في نص الطوق مع مع الجوزة، يعني ديرو الجوزة وتفصلوا بيناتها بصف ولا جوج صفوفات ديال هاد السنينات هكايا، جوج طلعات ولا ثلاثة، من بعد تحلو عاوتاني جوزة باش كتجي مختلفة شوية. نرجع نضرب هنا، نضرب تاني في هاد السنينة هادي ورجع تاني نضرب هنا في هاد السنينة ورجع نضرب تاني في هاد السنينة، نمشي نضرب هنايا ونرجع. المهم غتمشيو على هذا النطاق هذا، انا غنخدم غير واحد البارتي باش تبان ونوريكم الزواقه يعني ونرجع معكم. خدمت هذا شويه هذا ودابا غنوريكم الطريقه ديال الزواقه، غنوريكم واحد جوج طرق. الطريقه الاولى بحال الكورميطا وتجي مايله، والطريقه الثانيه على شكل كروه. باش انا واحد طريف الثوب ها هو، المهم راه ها هو شفتو هو اللي كنت واحد المره جبت هذا الموديل كان طلبته مني واحد الاخت، ومن بعد طاحت لي هذه الفكره ديال السنينات وانا جربها هنايا كيف ما كتشوفوا. هنا قلت لكم ممكن ديروها في نص الطوق، يعني تكون هنا جوزه تخدموا واحد البارتي فيها السنينات ومن بعد ديروا جوزه وغادي هكاك، اولا بالنسبه لا بغيتوا ديروها الحوايج ديال الرجال قرندوره ديال الرجال غطلع هكا كامله بالضفيره وغتجي هكا بكرواس غتجي فنه، يعني بالنسبه للنساء اللي كيبغيو يصابوا رجالاتهم ولا وليداتهم القناضر غادي نديروا هذيك الطريقه حتى هي كتجي زوينه، يعني شكل يجي شكل رجالي زوين. دابا غادي نكمل معكم الطريقه. هنا باش غنديروا ديك الكروه شنو كندير، كناخذ هاد في كاينه هاد السنه
كنجي لهاد السنه الثانيه، يعني هنا عندنا اربعه، ها واحد جوج ثلاثه اربعه، واحد جوج ثلاثه اربعه، غندير هادي مع هادي وهادي مع هادي، من العوينه للعوينه نجي ندير هكا ونهبط، نجي عاوتاني هنايا نهبط عند هاد العين ورجع تاني نطلع لعند هاد العين هادي، تاخد الخيط بحال هكا، نجي عاوتاني نطلع هنا ونجي نطلع هنايا كروة نفس الطريقة، نجي هنا بحال هكا تجي كروة. دابا هنا نوريكم هذه الطريقه ديال الكروه، ندير لكم الطريقه الاخرى ديال شكل غورميطه مايله، هذا الخيط انا برمته مزيان باش تجي ديك الضفير ديالو زوين، كنجي هاك كنجي لهنا في الخاويه دي في التوب ما بين التوب والرنده، كنجي لتحت ديال هاد الثانيه هذه ماشي الاولى، هنا الثانيه الفراغ اللي بيناتهم، وغنجي ندير هكا واحد جوج ثلاثة غنخليها، وغنجي تاني هنا غنديرو حنا كل وحدة وغنحاول هكا باش تجيني رايضة، نجي تاني غنطلع في النص ديالهم في الخاوية هنايا في النص ديالهم، غنجي لتحت ديال هادي الضربة اللي حدا توب، ونجي عاوتاني ها وحدة ها جوج والثالثه اللي غنضرب فيها، نرجع عاوتاني هنا بحال هكا، نمشي تاني في الاول ديال هادي ونطلع ها وحده ها جوج، والثالثه راه اللي غادي ندير، ونجي تاني ما بينهم بحال هكا، نرجع عاوتاني نفس الطريقه هكا، ونحصل على هذاك الشكل اللي انايا بغيت بحال هكا، يا اما هاد الضفيره هادي يا اما هاد الشكل هذا. هذا هو فيديو اليوم، نتمنى من الله يعجبكم، بالنسبه للناس الاول مره كيشوفوا القناه ما تبخلوش لي بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد، وشكرا على المتابعه.